لنشوف شو رأيكم بي طلت الفائزة ب أوسكار أفضل ممثلة ثانوية أوكتافيا سبنسر بتداشي جوشي. شو فيفورت لوك مفضلة عندي لأن مضاعفها على الأقل 20 كيلو أحس، والديزاين يعني واللون كله طالع واو، يعني حتى الكلتش اللي شايلته يعني ملائم ويا الفستان واللون والديزاين واو، يعني طلة متكاملة 10/10 بحس إيه طلة متكاملة لأنه مثل ما قالت زبادة مضاعفها ومبين لها جسمها أحلى هو كتير من الستايلست تبعها ذكي كتير إذا عندها ستايلست أو هي عم تختار الفساتين، لأنه فعلاً عم يختار لها فساتين تعطي جسمها رشاقة وطلة أجمل. لا بالعكس حبيتها، ذكية جداً، شعرها حلو، أنا يلفت نظري لتسريحة الشعر خاصة. نحن في كأطباء جلدية نقسم البشرة إلى 6 أقسام كتقسيمة عالمية اسمها فيتس باتريك سكين تايب. هي من السكين تايب اللي يكون الشعر تخين والبشرة مشدودة بس الجسم مش مشدود. الفستان يا هي شادة جسمها يا فعلا مثل ما تفضلتي الفستان شاد جسمها رغم انه هو أبيض. هون يمكن على طول بيستخدموا مشدات، يمكن عايشه بتعرفي اكثر اسرار يعني مش كل شيء بنشوفه على بس مش للدرجه هذه يعني. لا مهما هذه بالافلام بس في مناسبات مثل هذه أكثر. يبين اكثر. فالمشدات مهما عملت سوت مشدات او حطت مشدات تاكدي الا اذا ما يبرز الشيء. انت بتعرفوا ان الاوسكارات ببلشوا يهتموا لها قبل بست اشهر من الاوسكار، يعني قبل بست اشهر ببلشوا يختاروا للفستان، بعدين قبل 3 ايام بتبلش تضعف فبيرجعوا بيجربوا عليها لانه تكون متوتره، ببلشوا يرجعوا يجربوا عليها الفساتين ويضايقوا ويزبطوا. كل الضحكات اللي بتشوفيها هيدي وراها تحضير جيش. تحضير وجيش كثير كثير طويل. بالنسبه لي اوكتافيا اختارت فستان كثير حلو لانه جسمها من الأجسام اللي ما بينصح الواحد إنك توسعي وتلبسي لواسع، كل ما برزت الخصر كل ما صار أحلى الجسم. وهيدا خطأ كتير من السيدات بيعملوا فيه إنه إذا عندهم جسد ممتلئ بيروحوا للفساتين الواسعة والفضفاضة، هو لا، لازم نركز أكتر على المناطق اللي بتبرز جمال الجسم مثل الخصر، العنق، الصدر. فلا اختيار ذكي جدا من أوكتافيا. خلونا نشوف ميليسا ليو بفستان من ريم أكرم. شو رأيكم بالطلة؟ غلط على غلط كلش طالع غلط الفستان. ما بعتقد خرج أوسكار أبدا بس مبين سيمبل أسود، مبين لبسه قميص مش الديزاين يعني فوق قميص ودقم بعدين الحزام الستن غلط وحتى التسريحة يعني ما أو ما في تسريحة بالأساس يعني فما بعرف حتى السلت الفتحة اللي بالنص أحس غلط لعمرها يعني هالقد طويلة يعني أنجلينا جولي أوكي أميزينج أنجلينا جولي سكسي بركي هي عم تحاول تجاكر أنجلينا جولي لأنها كمان عندها